بسم الله الرحمن الرحيم. أهلي الكرام، السادة الحضور المحترمين، أتشرف اليوم بالمشاركة في هذه الاحتفالية الكريمة، وأرفع لشعبنا ولأمتنا الإسلامية جمعاء والإنسانية أسمى التبريكات بمولد مبعث الهدى ورحمة العالمين ومنار المؤمنين سيد الخلق رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. إن هذه المناسبة الطاهرة تعيدنا إلى جذورنا وجذرنا العميق القوي المتمسك كأمة أمن الله عليها بنعمة الإسلام، فشيدت حضارة عظيمة من قيم المثابرة والبناء والوحدة والتكاتف بين الناس. نعم، رسول الإنسانية عليه أفضل الصلاة والسلام كان مشعل نور في وسط ظلام، دام دهوراً طويلة عقل وحكمة وصبر وإرادة نقلت ملايين البشر من الجهل إلى النور ومن القسوة إلى الرحمة ومن الظلم إلى العدل ومن الفوضى وطغيان أصحاب المصالح والعصبيات الضيقة إلى النظام المتحور حول قيمة الإنسان وكرامته وحريته. أيها الأخوة، هذه المناسبة تذكرنا إن رجلاً واحد يتيماً مضطهداً تمكن بعد الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى من صنع أمة كاملة نفتخر جميعاً أننا نحمل اسمه. بدأت بالصبر على الجور والعوز وقلة الحيلة، وكرست التآخي والتضامن بين الناس، وانتشرت في قلوب المؤمنين عبر الزمن من خلال قيم الصدق والمحبة والتسامح. نحن اليوم ما أحوج أن نكون إلى تلك القيم الإنسانية التي أرساها رسول الإسلام، القيم البعيدة كل البعد عن التطرف الذي لا ينتمي للإسلام، والذي حاول أصحاب النفوس الضعيفة والأغراض الحاقدة أقحامه. العراق أيها الأخوة، أيها الأحبة، أيها الأهل الكرام، العراق يحتاج منا أن نتحلى بهذه القيم العالية لنتمكن معا من عبور الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن ننتصر لتلك القيم، ننتصر لتلك القيم بدل العودة إلى جهة التطرف وتغول البعض وتغول من يريد أن يفرض مصالحه وطغيانه على العراقيين بأسماء متعددة. لن يحدث ذلك ما دامنا نعمل على بناء دولة قوية وعادلة لا تفرق بين العراقيين وبين أبنائها بسبب الدين أو القومية أو المذهب. كلنا عراقيين، ولا نخضع للمتطرفين من داعش والعصابات الإجرامية التي تدعو إلى التطرف. شعبنا قدم الكثير من التضحيات ويستحق منا الكثير، واجبنا أن نمنح الشعب استحقاقه في الحياة الحرة الكريمة. معا سنضمد الجراح ونعتمد على إمكانيات العراق وطاقات شعبنا لنصنع الأمل ونصنع المستقبل. الإسلام هو دعوة للأمل، الإسلام دعوة للأمل، بدأت برجل واحد وانتشرت لكل الإنسانية. قال تعالى:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. أجدد التهاني لكم أخوتي ولكل عوائلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.